برشلونة حاول من خلال سامويل إيتو أولا وسامويل إيتو ثانيا، وقد لاحظنا خروج كازياس، والآن متبادلة ما بين رونالدينيو وسامويل إيتو. التحول أخطر انفراد الآن تلحظ بالجول. جول ميسي ليو ميسي ياتي ويسجل التعادل. حاول إيتو أولا وحاول إيتو ثانيا ووصلت إلى سامويل إيتو بعد ذلك، ووصلت في الأخير إلى ليو ميسي يشعل المدرجات، أشعلها الأرجنتيني ليو ميسي. وليو ميسي الآن يسجل الهدف الأول له في الكلاسيكو، الهدف الرابع طبعا في الليغا، لكن هو يلعب الكلاسيكو الثالث ويسجل الهدف الأول له في الكلاسيكو. لاحظ العمل الجميل والكرة، يا سلام، حلوة اللقطة، حلوة اللعبة، صح وصلت صح وانحطت صح، كل شيء صح في هذه اللقطة. وبالتالي ليو ميسي الآن يسجل، طبعا هو عمره 19 سنة، رقم 19، والآن يأتي ويسجل هدف التعادل لمصلحة برشلونة. هدف